كيف تتخيلون الحياة دون كهرباء؟ بدون ضوء وبدون أنوار؟ الفضل الأول لكل هذه المصابيح التي حولنا هو شخص واحد، توماس أديسون، الذي اخترع المصباح الكهربائي المتوهج عام 1879. كان عاملاً بسيطاً في قسم البرقيات في ميتشيغان بأمريكا، لكن اختراعه هذا لم يكن الأول. لدى أديسون العديد من براءات الاختراع، فهو من اخترع الفونوغراف الذي اعتبروه اختراعاً سحرياً في ذلك الوقت، كما اخترع الميكروفون الكربوني الموجود في جميع الهواتف والبث الإذاعي، والمنظار الذي يستخدم الأشعة السينية للصور الشعاعية كان من اختراعه أيضاً، والذي لا يزال يستخدم حتى اليوم، كما افتتح أول استوديو أفلام في العالم. كان أديسون الذي ولد عام 1847 طالباً شريد الذهن في المدرسة، لكنه كان مواظباً على تطوير نفسه من خلال قراءاته لكتب الفلسفة الطبيعية ودعم أعماله الخاصة كافتتاح خدمة القطار الكهربائي، حتى ما قبل وفاته عام 1931. هل تعلم أيضاً ماذا اخترع أديسون؟ أخبرنا بالتعليقات على هذا الفيديو.